مهارتين يجب عليك أن تتعلمهما في أي مشروع تختاره. أول مهارة هي التحدث أمام الجمهور. لماذا؟ لأنه سوف يأتي يوم تتحدث في مشروعك أو منتوجك أو خدمتك أمام الناس. ثاني مهارة هي مهارة التسويق، وأنا أرى أنها أهم محور من محاور أي مشروع تختاره، لأنه ليس هناك شخص في العالم سوف يهتم بمشروعك ومنتوجك وخدمتك أكثر منك. هذه من جهة. من جهة ثانية، ليس هناك شخص في العالم يعرف خدمتك أو منتوجك أفضل منك. ركز على هاتين المهارتين وستجد نتائج لم تكن تتوقعها.